ما رواه الحاكم في مستدركه برقم 4525 بسنده عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه كما هو موجود صلوات الله عليه قال: إني عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب. تعرف يعني شنو معنى قوله عليه السلام لا يقولها بعدي إلا كاذب؟ يعني أن ابن كثير الذي يدعي أن الصديق الأكبر أبو بكر كاذب، ومن أوصل هذه المعلومة المغلوطة لابن كثير كلهم كاذبون، وأبو بكر نفسه كاذب إن استحل أن يسمي نفسه الصديق، وعائشة ابنته كاذبة لأنها. طبعا هذا الفيديو هنا بطوله من يريد أن يراه، ونسمع هنا واحد وهابي شام يقول هذا حديث باطل كذب. زين، يعني هذه الحلقة رد على الوهابي والشيعة معا. نسمع واحد ثاني أدى وهابي كمان. هذا كذب على علي، إذا هذا الكلام مكذوب على علي بن أبي طالب. طيب بعدين، فمن أين قال عدنان إبراهيم أن هذا ثبت عن علي؟ فقد ثبت عنه أنه قال: أنا أخو رسول الله، أنا عبد الله وأخو رسوله وصهره، قال: وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذب. توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث يعني نحن سندرسه ضمن كتاب الذي رأيتموه، اللي هو الحديث المنكر عند نقاد الحديث، دراسة نظرية وتطبيقية، هو ضمن مشروعنا اللي هو يعني تسجيل الرسائل الجمعية القيمة، واللي نحن ابتدأناه بالجلسة الأولى عن القراءات والقراءات القرآنية والتواتر. وفي الواقع سبق مجلسين قبله، واحد عن التفتزاني وجهوده البلاغي، عملنا يعني قبل الافتتاح، يعني قبل الإعلان عن الافتتاح، وفي واحدة أيضا عن الهيئات المستحدثة في الطهارة، أو هيك تكلمنا عن الدراي كلين، هذا التطهير تطهير الجاف يعني، أو تطهير تطهير الجاف يعني، لنا محاضرة عليه. طيب يعني يعتبر عمليا الآن الرابع، هذه رابع محاضرة في مشروعنا هذا. هذا الحديث يعني إذا أردنا أن ألخصت الكلام الذي ذكره هذا الأخ في كتابه الحديث المنكر عند نقاد الحديث، اللي هو مؤلف، هي رسالة ماجستير هذه لعبد الرحمن ابن نويفع السلمي، ويعني زدت عليها طبعا، عملت حاشي يعني. هو كتب شيء يعني كتب هو صفحتين أو ثلاثة، طبعا أنا خلال أسبوع حشيت هذه، كتبت 4-5 صفحات وحشيت، لكن أنا يعني سأتكلم 7-8 دقائق يعني شفهيا، ثم نوثق إلى لحد 3/4 ساعة، هذا إذا التزمنا بكلام كل مرة نخلف فيه. الحديث هذا يعني هو أولا من أخرجه، حديث هذا أنا عبد الله، سيدنا علي ما قال أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، لا يقوله بعدي، لا يقولها بعدي إلا كاذب، إلى آخر الحديث. يعني هو مخرج حتى في بعض الكتب الستة مثل ابن ماجه في سننه، وأخرجه النسائي لكن في الخصائص، خصائص علي، وأحمد في فضائل الصحابة، لكن هؤلاء لم يلتزموا لا تخريج الصحيح ولا تخريج الضعيف فقط، إنما خليط يعني. لذلك لا يؤخذ منهم، لا يؤخذ من تخريج هؤلاء حكم لا بالصحة ولا بالضعف، لكن بعضهم أخرجه في كتاب أنه الموضوعات، مثل ابن الجوزي اللي أنه يذكر فقط الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ويعني قال بأنه هذا موضوع ومكذوب، وأنه المتهم فيه هذا عباد بن عبد الله. وأيضا هذا الكلام نقله عن ابن الجوزي ابن تيمية واعتمده، وأطال في بيان أنه هذا كذب لا يقوله يعني إلا يعني هو نفسه يقول لك هذا كذب على علي، إنه نعلم أن عليا، وبعد أن يقول أن المتهم به هذا عباد بن عبد الله، إنه نعلم أن عليا كان أبر وأصدق وأتقى من الله أو أتقى لله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام الذي هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه كذب. أيضا الذهبي
في الميزان لما ترجم لعباد هذا قال انه هذا كذب على علي هذا الحديث. هلا بعضهم اخرجه في كتاب يلتزم فيه الصحه. تعرفوا انه قضيه التصحيح والتضعيف هذه قضيه فيها جدل وكلام طويل، وليس القضيه انه ننقل الكلام لفلان وخلص، وننقل كلام من الجهه المقابله وانتهى الموضوع. هلا مثل هذا ياسر الحبيب نقل كلام الحاكم انه صححه وخلص ما انت صحيح. هذا ابو عمر الباحث، والثاني هذا العثمان خميس قال انه الذهبي قال باطل، وابن الجوزي قال باطل، وانتهى الموضوع. ولا القضيه هكذا ولا القضيه هكذا. يعني شوف على ضيق الافق انه هذول كانه هذول اللي ايش يعني هذول الوهابي خلاص اعتمدوا القول بانه وضعه، انه تخيلوا انه اذا صح هذا الحديث يا طيف معناتها ذهبت فضائل ابي بكر وانتهى المذهب السني. والشيعة كذلك انه هذا الحديث صحيح وطالما الحاكم صححه انه خلاص قضينا على مذهب اهل السني، وانه اذا ما صح يا لطيف كانه راحت فضائل علي وكذا. لذلك هذا ياسر الحبيب كان تتكلم 20 دقيقة 15 دقيقة، هذا ممكن نأتي في المجلس القادم، أنه أنت اللي ضعفته، الذي ضعفه وكان في قلبه زيغ، أو أنه حقد على علي، أو أنه هذا متحامل، أنه قالوا ضعفه لأن فيه عباد وهو شيعي وكذا، أنه فقط لأنه شيعي أنه ضعفته الحديث. سنأتي على هذا الكلام. لا القضية هكذا ولا القضية هكذا. لا إن صح الحديث انتهى مذهب أهل السنة، أو ذهبت فضائل سيدنا أبو بكر الصديق أو لم يسمى صديقا، ولا إنه إذا بطل الحديث معناته ذهبت فضائل علي. لا حول ولا قوة. لذلك قلت لكم ترد عدول وهدول الشيعة والوهابي. فالمحاكم نعم صححه، لكن رد عليه الذهبي وقال بأن هذا الحديث باطل فتدبره. وفي الميزان ايضا قال انه هو كذب. هلا بتقول لي طيب ما هو هذا ناصبي، هلا بدي لك هذا ناصبي؟ لا ابدا. انت الذي شوف على الاتباع الانتقائي، انت الذي تعول على الحاكم هذا ياسر الحبيب. طب ما هو الحاكم ايضا اخرج في مستدركه ايضا حديث في فضائل الصديق في هذا الموضوع بالذات، انه هو سمي الصديق، انه قلت لجبريل، هذا الحديث، انه قلت لجبريل ان قومي لا يصدقوني، فقال جبريل يصدقك ابو بكر وهو الصديق. اخرجه ابو سعد اسناد ضعيف. لاحظ يعني ضعفوه مع انه فيه تزكيه للصديق. هذا رد على ياسر الحبيب انه هذا لانه شيعي هذاك ضعفه. لا هذا فيه انه لانه في فضائل علي ورويه شيء ضعفه. لا هذا في فضائل الصديق واسناد ضعيف، يعني كما ذكر الالباني في سيرته الصحيحه، لانه هو جاب هذا انه تلقيب، انه لقب لماذا لقب ابو بكر. هلا ابو بكر تلقيبه بالصديق ثابت في صحيح البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، وهذا رجف بهم طربا كما أنا يعني نقلت عن القسطلاني، طربا لا يعني غضبا، يعني هذه هكذا لطيفة قيلت. فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والشهيدان هم عمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا ثبت، لكن لماذا سمي الصديق؟ هذا بقى روية فيه روايات، يعني هي كل واحد منها ضعيفة، لكن هو الألباني قال يعني أنه تعتضد ببعض أفضل يصبح الحديث صحيحا. لكن محل الشاهد وين؟ أنه في أحد هذه الروايات الضعيفة قال عند الحاكم بقى لأنزل الله سبحانه وتعالى اسم أبي بكر، لأنزل الله تبارك وتعالى اسم أبي بكر من السماء صديقا. ثم أشار الحاكم إلى أن فيه مجهولا وسماه ووافقه الذهبي. فهذا الذهبي هنا
يعني وافق الحاكم على أن فيه مجرم، مع أن فيه تزكية لأبي بكر الصديق. والحاكم أيضا، إذا أنت تعول أنت ياسر حبيب تعول على الحاكم، الحاكم أيضا روى حديثا، هذا ذكره أيضا الألباني في ضمن الشواهد، أنه الشواهد التي تشهد لبعضها أنه لماذا سمي صديقا، لأنه صدقه بقضية الإسراء والمعراج، فقال إن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الإسراء والمعراج للمشركين فكذبوه، فلما قيل لأبي بكر قال بهذه إحدى الروايات إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. قال فلذلك سمي أبو بكر الصديق. رواه الحاكم في المستدرك ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. نفس الكلام ووافقه الذهبي. فإذا أنت يا سيد الحبيب أنت كتير محتفل بالحاكم، هذا الحاكم مع أن الحاكم فعلا شيعي يعني، لكن شيعي ليس بمعنى أنه يسب الشيخين، لأنه المصطلح الشيعي هذا أو التشيع له درجات. الدرجة الأولى أنه تفضيل علي على بقية الصحابة مع حب الصحابة والثناء عليهم والترضي عليهم، هذا ما في شيء، مع أنه خلاف يعني ما عليه الجمهور من أهل السنة أنه لا أبو بكر أفضل الصحابة، لكن في مرتبة أخرى أنه هو تفضيل علي مع سب الشيخين وسب الصحابة وتكفيرهم، هذا بقى هذا يسمى الرفض أو صاحبه رافضي. عفوا، لكن هذا الحديث الذي صححه الحاكم وافقه الذهبي، هذا اللي انه اني لا اصدقه فيما وابعد من ذلك، هذا فيه محمد بن كثير المصيصي وهو ضعيف جدا كما قال احمد، لكن صحح الالباني الحديث في سلسلته الصحيحه من اجل الشواهد. فهذا هو، وعلى فكره هذا محمد بن كثير المصيصي هو نفسه هذا الذي روى او في السند الذي روي عن الأوزاعي أنه كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، هذا محمد بن كثير هذا، وذكر ذلك أيضا الحاشد في تحقيقه للأسماء والصفات للبيهقي، أنه بعد البيهقي ما ذكر هذه الرواية ذكر تحت أنه هذا الحديث فيه هذا محمد بن حسن محمد بن كثير المصيص، ومع ذلك الوهابي يحتج فيه وكذا، مع أنه فيه انه يقول لك وهو ضعيف جدا. هذا الكلام انه تعقيب على هذا الحديث انه فيه محمد بن كثير المصيصي هذا اني لاصدقه في غدوه او روحه، هذا ذكره المحقق محقق او في حاشيه فضائل البيت المقدس الواسطي، ذكر هذا الكلام انه هذا الحديث حديث انه سمي ابو بكر الصديق لذلك، والذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ذكر أن لا فيه محمد بن كثير المصيصي. طيب أنا أتوقع أنه يعني الوقت تجاوز السبع دقائق، لكن أنا فقط أريد أن أقول أنه نعم يعني الذي يوجد من صححه، يعني كما قال دكتور عدنان إبراهيم الذي يقول لك يا طيف عدنان إبراهيم تعب الطالعنا الشيخ الطالعنا عدنان إبراهيم شيخ الطالعنا الشيخ الثقافي الشيخ عدنان الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم لما قال ثبت هو يعتمد على من صححه، مثل البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، على فكرة البوصيري هنا غير البوصيري الصوفي صاحب البردة رحم الله الجميع، فالبوصيري هنا في الذي اشتغل على أو يعني حكم على زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة أنه قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والسندي في طبعا كلام طويل لكن احنا سنقتصر على الان على هذا القدر ونكمل الحلقه القادمه. السندي قال فكأن من حكم عليه بالوضع حكم عليه لعدم ظهور معناه، لانه وجهه هو السندي انه يعني حتى على فرض صحته ما 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 ماذا يترتب عليه شيء ولا شيء، يعني هو في النتيجة يكون فضيلة لسيدنا علي ولا يذهب ذلك بفضيلة سيدنا أبي بكر، لأنه قال لا يقولها بعدي إلا كاذب، مش قال أنه لا يقولها قبلي. وعلى فكرة هو الصديق ما قال عن نفسه أنا أبو بكر الصديق، لكن ثم أبو بكر الصديق سماه إما بالوحي أو بكذا في روايات بذلك.
فهذا لا يطعن بصديق الصديق ان ابا بكر الصديق. الاكثر من ذلك، المناوي في التيسير قال لما شرح هذا الحديث، لانه هذا الحديث اورده، حديث انه انا الصديق الاكبر، اورده السيوطي في الجامع الصغير، وللمناوي عليه الشرح، عليه شرحان، شرح صغير تيسير في شرح الجامع الصغير، وشرح كبير اللي هو فيض القدير في شرح المناوي. وهذه انا ادمنت زمان على مطالعه هذين الكتابين وقراءتهم، شيء رائع هذا. فقال المناوي ايه نعم هو الصديق الاكبر، لكن هو المناوي نفسه في كتابه في مرات عديده يذكر ايضا ابو بكر انه هو الصديق، يعني كان فكان صار القضيه انه هو ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق نعم، وان عليا هو الصديق الاكبر، يعني ان صح هذا الحديث وكذا. يعني لا لا لا، يعني انتوا ليش مفكرين انه قضيه الفضائل تتناطح، او انه اذا صحت فضائل هذا ذهب ذاك، سواء الشيعه او الوهابي؟ لا، يعني ان صح فله توجيه. طبعا الكلام في ذلك يطول، لكن الاثيوبي هذا الذي له شرح على ابن ماجه لمسمى مشارق الانوار الوهابي